بعد اليوم ما في مشاوير وخليك في البيت مثل ما يقول مايسترو طارق. نمسي عليكم الخير في حلقة جديدة من برنامج عسيف. مساء الخير طارق. مساء الخير نور. مساء النور عليك وأكيد مساء الخير على جميع السادة المشاهدين لحلقة الليلة. راح تكون حلقة جدا مميزة مثل ما هو واضح. عندنا ضيوف، عندنا اتصالات، عندنا صحيح. أخبار وعندنا أسئلة كثيرة وأكيد هي عندهم وناظرين أجوبتها. أكيد قبل أن نبدي كل ما هو موجود في حلقتنا ودنا نكرر الشكر والتحية والتقدير لرجال الأمن، للأطباء والممرضين في وزارة الصحة، وزارة التجارة، أيضا نتكلم عن الكهرباء والماء الآن مشتغلين يعني قطاعات كثيرة ومؤسسات كثيرة بالدولة للحين يشتغلون على قدم وساق عشان الحياة تكون موجودة وماشية مثل ما قاعد نشوفها. لكن في موضوع الحظر نورة يعني وصلتني جملة وايد عجبتني، انتهاء الحظر ليس انتهاء الحجر. صح، يعني لازم يكون في حجر طبعاً منزلي. طبعا لازم يكون في التزام بعد منه. وعلى طاري ايضا الشكر، انا ايضا دكتور ودي اشكر جميع المتواجدين بالصفوف الاولى من وزاره الصحه وجميع العاملين فيها من غير استثناء. صحيح. وايضا لوزاره الداخليه وكل الشكر لمعالي وزير الصحه قاعد يتعب معانا. صحيح. تعب كبير ويستحق هذا الشكر والاشاده بكل القوانين ايضا اللي قاعد يطرحها. خلينا نشوف ملخص احداث اليوم ونرجع لكم تالي. ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الآتي: صرف راتب شهر لكل الطلاب الكويتيين في الخارج، وقف حركة سيارات الأجرة، وقف حضور الصحفيين للمؤتمرات الصحفية والاستعاضة عنها بالتقنيات الذكية، تكليف الشركة الكويتية للتموين بتغطية أي نقص بالمواد الأساسية الغذائية، تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 208 إصابة. وزارة الصحة تعلن عن شفاء 49 حالة. إجمالي عدد الحالات التي خرجت من الحجر الصحي 853 حالة. استقبلت الكويت اليوم 3 رحلات للمواطنين العائدين من فرانكفورت ولندن وأبوظبي وخضوعهم جميعا للحجر المؤسسي. ألغت وزارة التجارة والصناعة تراخيص 9 مقاه وصالون نساء واحد. خرقت قرار مجلس الوزراء بشأن حظر ممارسة هذه الأنشطة للحد من انتشار فيروس كورونا. أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي وصول سفينتها الجديدة الكويت محملة بثمانية وعشرين ألف رأس غنم ومئة عجل. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع 3000 سلة غذائية على عمال جامعة الكويت والتعليم التطبيقي. تبارك الرحمن، يمكن خلال 24 ساعة السابقة قرارات جديدة وقرارات يعني فيها مؤشر واضح على ارتفاع الجهوزية أو ارتفاع الإجراءات الاحترازية. نعم. في هذا الموضوع كلمة ودنا نقولها لكل من يشاهدنا الآن، كلمة مثل ما يقولون من أخوكم الصغير. اليوم احنا عندنا فترة حجر تنتهي الساعة 4 الفجر. الخروج من المنزل من الساعة 4 الفجر إلى الساعة 5 العصر يجب أن يكون للحالات الطارئة والضرورية. نعم. للحالة يعني للضرورة القصوى. أنا اليوم أبي أطلع أروح والله أسوي مكيف سيارتي، هذا مو ضروري. أنا اليوم ودي أروح أشرب قهوة، هذا مو ضروري. أنا اليوم ودي أطلع اليهال أنفه عنهم، هذا مو ضروري. أنا ودي أطلع أفطر على البحر، ترى ما راح أنزل، ما راح اختلط بس بالسيارة، أيضا هذا مو ضروري. صح. خلنا نتحمل نورة شوي. طبعا أكيد أسبوعين ترى والله ما هو الوقت الكبير. أسبوعين إذا انضفت الديرة وبعدها تبدي شوية الإجراءات الاحترازية تنزل. نعم. ويرتاحون الناس. صح. أفضل من أن نسمع أعداد خيالية. إحنا شفنا اليوم 7 حالات اختلاط،
ترى المشكلة أخطر الأكبر. أخطر نورة أخطر وضع اللي هو المختلطين، لأنه راح يزيدون بطريقة هستيرية أكثر. صح طبعا أكيد، مو بس كذي، مو بس الزحمة في الشوارع دكتور، أيضا الزحمة في الجمعيات شيء مهول وشيء الواحد مو قادر يستوعبه. يعني دائما إحنا نردد ونقول عندنا مخزون غذائي، إحنا بديرة خير وديرة عز، فأخذوا المهم. راح نطلع باتصال الحين عندنا ونتعرف على الأمور أكثر من خلاله أستاذ سالم الرشيدي، وكل وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. المساعد لقطاع التعاونيات، نرحب فيك. يمكن دور قطاع التعاونيات في المراقبة والتنسيق بتوفير كافة احتياجات المواطنين، حدثنا عن هذا الدور وهذا الموضوع بالتحديد. حياكم الله، شكرا على هذه الاستضافة. طول عمرك. وإن شاء الله نقدم ما يفيد لكم وللمستمعين بإذن الله. طبعا ابتداء هناك دائما تنسيق مستمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التعاون، طبعا بتوجيهات من معالي وزير الشؤون السيدة مريم العقيل، وكذلك توجيهات السيد وكيل الوزارة عبد العزيز الشعيب، بالتنسيق مع إخواننا في الاتحاد الجمعيات التعاونية وكافة رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية كافة. كل هذه الاجتماعات تكون من أجل التأكد من توفر كافة السلع الاستهلاكية والأساسية والضرورية لضمان وصولها للمواطنين والمقيمين في البلاد من خلال مراكز التسوق في الجمعيات التعاونية. طبعا هذا التنسيق أيضا يمتد إلى وزارة التجارة حول موضوع ضبط الأسعار والتنسيق ما فيما بيننا على هذا الموضوع. كذلك هناك حملات تفتيشية يقوم بها فرق تفتيش تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. طبعا يمكن خلال الفترة الماضية من بداية الإجازة لمرض فيروس كورونا اللي بتوجيهات من مجلس الوزراء، ما يقارب ما يزيد عن 300 جولة تفتيشية تمت من خلال الأخوة المفتشين في وزارة الشؤون. كل هذه الجولات التفتيشية من باب التأكد من المخزون لدى الجمعيات التعاونية، كذلك ضبط عملية السياسة الشرائية من الأخوة الأعضاء. صارت هناك بعض الملاحظات عادة يتم اختارهم بتلافي هذه الملاحظات، كل هذا في مصلحة المستهلك ومصلحة ما يتلقى من هذه الجمعيات. طبعا نحرص أيضا على التأكيد على الجمعيات التعاونية بتوفير المخزون مثل ما قلنا الاستراتيجي. كذلك هناك مخزون ولله الحمد الجمعيات التعاونية جيد. من الباب هذا ندعو المواطنين أمانة إلى ترشيد الاستهلاك، عدم اللجوء إلى حالات الهلع والذعر. نعم. اللي قاعدة تصير هذا اللي احنا كان ودنا يعني نسألك عنه. احنا قاعدين نشوف الناس قاعد يتوجهون بشكل كبير، ومن الساعة 5 القام متواجدين عند باب الجمعية. صحيح. وهالشيء ممكن يخرع الناس الثانية انه ممكن يعني المخزون الغذائي يخلص، مع ان احنا بدورنا قاعدين نعيد ونزيد ان المخزون الغذائي متوفر. شنو تعليقك على هذا الازدحام؟ هو عادة يعني دائما الإنسان يعيش حالات الهلع في حالة الخوف. نعم. خاصة فقدان الأمن الغذائي لديه. إحنا في كثير يعني من وسائل الإعلام كذلك من خلال التصريحات أن الأمن الغذائي متوفر لله الحمد. نعم. يعني نطلب من الإخوان المستهلكين والمقيمين السكينة في موضوع الشراء. أنا اليوم ليش أشتري حاجياتي وحاجيات أسرتين ثلاثة غيري؟ صحيح. أكتفي باشتراء حاجياتي. صحيح. لأن سوء التخزين، إحنا لا نملك حسن التخزين، أو عادة البيوت ما تملك حسن التخزين في كثير من الحالات. صح. فبالتالي فقدان هذه السلع وبالتالي إتلافها قد تتلف هذه السلع يعني بعد. صح. فترة. أنا يمكن أثني على كلامك أخوي، اليوم أنا يعني كذي رحت جمعيتنا ما شريت شيء، بس دشيت الجمعية باخذ جولة وبشوف عشان نشوف الوضع نفسه. اليوم تبارك الرحمن السلعة اللي تخلص على طول بنفس اللحظة تتبطل كراتين وتصف، يعني المنتج الغذائي مرة ثانية صف، ما في رف خالي لله الحمد، وهذا يمكن مؤشر على كلامك اللي قبل شوي. لكن في ملاحظة، موضوع الخبز والمعقمات قاعد نشوف أن أكثر الجمعيات بسرعة قاعد يخلص الخبز عندها، وما في يعني ما في شيء إضافي مكان الخبز إلا بعد يمكن 3 ساعات، والمعقمات أيضا تقريبا فاضية في الجمعيات. ابتداء راح أتكلم عن موضوع إنتاج الأخوة جزاهم الله خير شركة المطاحن الكويتية في موضوع منتوج الخبز. يمكن أنت لاحظت في أول 72 ساعة
من حالات الهلع اللي صارت عند المواطنين بداية الإجازة. يمكن على طول كانت أرفف الخبز تكون فاضية، لأن أغلب الناس كانوا يشترون في كميات ما هي طبيعية، كميات صج كبيرة أمانة، وهذا اللي كان المخاوف منه. طبعا جزاهم الله خير شركة المطاحن رفعت حد الإنتاج عندهم، رد بعد 72 ساعة الأمر طبيعي في الجمعيات التعاونية، أصبحت الأرفف زائدة عن الحاجة عند المواطنين. بعد ذلك نزل المنتوج إلى الحد الطبيعي. للأسف أن كل قرار يصدر الناس مباشرة تلجأ لشراء بكمية. صح. زين، أنت خلال الفترة الماضية والأسبوع الماضي كان هناك استغرار، استمر على الاستغرار، صدقني إذا أخذت حاجتك فقط باكر راح تجي تجد نفس الحاجة أو السلعة موجودة أمامك. لو الناس بس تخوف من هالإشاعات والذعر اللي قاعد تسببها في الواتساب يمكن احنا نكون بخير. لكن استاذ سالم، انا ايضا ابي اسالك، هل هناك تعاون بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات يعني مجالس إدارة الجمعيات؟ هذا يعني لو لم يكن هناك تعاون لما كان على قولتهم الانتاج او العمل اللي انتم قاعدين تشوفونه في الجمعيات التعاونية، مثل ما تفضل الاخ يقول انا بالجمعية لما سلعة ما تجد رب قاضي. أمانة هذا الجهد الجبار اللي يقومون فيه إخواننا رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، كذلك الأخوة في الاتحاد بتوجيهاتهم، وأنا أحيي على رأس الاتحاد أخونا مشعل سيار رئيس الاتحاد، وكذلك باقي أعضاء مجلس الإدارة. ونعم فيكم. لا داعي لا داعي يعني للقلق في وجود أمانة أبطال يخافون على مصلحة الكويت. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التعاونيات الأستاذ سالم رشيدي، يعطيك العافية، قواك الله، كل شكر لك ولزملائك. خلينا نشوف هذا التقرير. يمكن كاميرا البرنامج خاضت بعض أرجاء الكويت. نعم. ويابت لنا الجولة هذه، خلينا نشوفها. شفت يمكن نورة، بعض الجمعيات فيها نظام وترتيب ولكن البعض الآخر لا. احنا قلنا في قرار يقول لك متر لازم الشخص يبتعد عن الثاني، ما شفنا في بعض اللقطات. ايضا يمكن نوعا ما كانت هناك بعض الجمعيات فيها زحمة داخل الجمعية. احنا تكلمنا ان في 50 شخص فقط انه يدخل الجمعية، اتوقع 50 نوعا ما الافرج يكون زين لكل الجمعيات، على حسب ايضا يعني مساحه الجمعيه. في بعض الجمعيات تكون مساحتها صغيره والبعض تكون مجدده ومساحتها كبيره فتسمح للعدد. فاحنا كثر ما نبي الناس تلتزم. صحيح. نبي الناس يعني تعرف ان بالنهايه هذه القوانين لمصلحتها، علشان ترى بعدين احتمال كبير راح يكون في حجر كلي. صحيح. فإذا أنتم مو قادرين تتحملون هذه الفترة ما راح تتحملون فترة ثانية، فساعدوا الحكومة علشان نقدر أن نسيطر على هذا الوباء. موضوع الجمعيات نورة بعد في شيء ثاني اليوم، وأنا قاعد أسأل هناك الفرقة التطوعية شنو المشاكل تحوشكم، قاعد يقولون أن في ناس يوميا لازم يمر الجمعية. يعني المفروض ان الواحد اذا راح الجمعيه بعد 4-5 ايام يحتاج الجمعيه مره ثانيه. يعني مثل الشوبينج. والله العظيم يقولوا لي الشباب المتطوعين يقولوا لي ان في ناس قمنا نعرفهم يدشون يسلمون علينا، هلا شلونك شخبارك، يعني خلاص كل يوم ما يصير. اليوم انا لازم افتح المجال لمن يحتاج الجمعيه انه راح ياخذ حاجاته ويرجع. موضوع الحظر الكلي، خذينا اراء الناس في الشارع، نشوف هذا التقرير ونرجع لكم تالي. لأنه الدواوين أصبحت بالفترة الصباحية، ولأنه الممشى والواجهات البحرية أصبحوا شبه ممتلئين، أصبح قرار حظر التجول الكلي متداول
خلونا نشوف رأي الناس بهذا التقرير. الناس رح تحتاج مواد غذائية، الأكل، حتى لو رح يكون في توصيل أونلاين ولا شيء رح يصير فيه ضغوط، يعني رح يكون في طلب أكثر من اللازم، فحظر التجوال كلي رح يكون شيء صعب جدا. والله أنا ودي من الحين حظر التجول الكلي وما في ولا دقيقة أصلا الواحد المفروض يطلع، لأن التفشي والناس ما عندهم الثقافة. يعني تصوري الحين لما يعني يفتشون الحظر الساعة 4 الناس كلها تطلع، ومع أنه ماكو شيء، يعني على شنو تطلع ما أدري، بس يبي يطلع يدور بالسيارة. الحظر الكامل يعني راح يضر فئة من الناس، وهذا ما يجوز. في عندنا ناس يعني مواطنين مقيمين هنا على الكويت هذا، فأنت لما تيجي تسوي عليهم حجر هذول من وين بيعيشون؟ لا أجارات، لا معاشات، لا دنيا. لو فيه يعني على الأقل مجال فيه مثلا ساعتين الكل أوكي، بس يعني إذا بيسكرون 24 ساعة وايد صعب. يعني في ظروف واحد الإنسان مو ما له دخل فيها، مثلا مريض شيء، هذه المشكلة. في ناس قلبت مشاويرها الصبح والزحمة قاعد تزيد، يعني لو مشوار كنا نبي نقضي بربع ساعة الحين قام يصير ساعة وساعة ونص ساعتين يعني. فالناس بدل ما تمتثل حق النصائح اللي مطلوبة منه لا قام يطلعون زيادة. فأنا مع الحظر الكلي أكيد طبعا. السبب؟ السبب لأنه انتشار الأمراض وكلها هاي بسبب التجمعات وبسبب انتشار يعني الفيروسات. أفضل إنه يكون جزئي أوكي عشان الناس تقضي حاجتها، بس أهم شيء يكون في عملية احترازية، يعني كل واحد لازم يأمن نفسه ويأمن بأهل بيته ويأمن الناس اللي حواليه. الحجر الكلي، الكل اتفق ان الحجر الكلي يضايج الناس. نعم. وشيء طبيعي الحظر الكلي، لكن لو في تقنين، لو في تقنين في موضوع ما بعد الحظر بالخروج الى الاماكن فقط اللي محتاجها وترجع البيت، صدقني او صدقيني نوره ما راح يكون في حظر كلي، ولا اصلا الحكومه راح تتجه هذا الاتجاه. نعم طبعا اكيد راح ناخذ اتصال ونعرف اكثر من خلال اسئلتنا لمدير اداره الاعلام الامني في وزاره الداخليه العقيد ناصر بوصليب. مساك الله بالخير. مسي عليكم بالخير ومسي على اخواني اخواتي المشاهدين. شكرا لك على وجودك دائما معنا في هذا الاتصال وتوافينا بكل ما يستجد من مواضيع اليوم. حظر التجوال، شنو ردة فعل وزارة الداخلية على اللي تشوفه؟ يمكن في أول يوم كانت هناك نوعا ما مخالفات بدأت تقل من قبل الأشخاص والمدنيين، هل اليوم نقدر نقول أن حظر التجوال صار مريح بالنسبة لكم وموضوعه خلاص انتهينا من بعض المخالفات اللي كانت صايرة أول أيام؟ نعم طبعا. أول شيء بالنسبة يمكن نوجه شكر طبعا لالتزام أخواننا المواطنين صراحة والمقيمين معنا في عملية الحظر الجزئي، يعني قاعد نشوف التزام كامل، التزام يعني في فئة قليلة يمكن قاعد تنعد على أصابع. يعني احنا عندنا أمس تقريبا بس اللي كانوا خالفوا الحظر الجزئي 15 شخص، فنتمنى ان شاء الله نكون خلال الايام الجايه ان شاء الله يكون صفر، يعني ما عندنا اي احد، الكل يلتزم بهذا الحظر اللي يعني في المقام الاول لحفظ سلامه الناس. يعني نتمنى وكذلك يعني اخواننا قاعد نلاحظ احنا في الشوارع الان قاعد يعني نشوف يعني لا الحمد التزام كامل من اخواننا المواطنين المقيمين. نعم. يمكن بس اللي قاعد نشوفه يمكن الفتره الصباحيه او الفتره الظهر نشوف في بعض التجمعات او بعض الاختلاط اللي يكون، فنتمنى الناس يعني اخواننا اللي يسمعونا يعني المساله الان مساله خاصه في الصحه، ودائما نشوف وزاره الصحه دائما ينوهون ويشددون على موضوع عدم التجمعات وعدم الاختلاط، فهذا اللي نناشد فيه اخواننا المواطنين المقيمين يعني، ونتمنى كذلك يسمعونا يعني بهذا الامر لان في الهدف الاساسي هو صحتهم يعني. نعم اكيد. طيب هناك اراء كثيره مع القرار الجديد في منع التاكسي الجوال او التجوال في الشوارع، فشنو رايك في هذا القرار؟
بالعكس قرار اشوفه قرار سليم يخفف من الازدحامات خلاص، يعني الناس تكون يعني الحين مثل ما انتم عارفين الفتره هذه تكون فتره صعبه، خاصه الاسبوعين او الاسبوع اللي احنا فيه الاسبوع القادم هو الاسبوع اللي يكون فيه ارتفاع نعم في حالات المرضى حسب يعني تصريح وزاره الصحه. فنتمنى الناس تكون يعني طلعه تكون للالتزام مثل للشيء الضروري، لا سمح الله مستشفى يروح مثلا يخلص شغله. بس الان اللي قاعد نشوفه بعض الناس او بعض اخواننا المواطنين او المقيمين يطلع يتمشى ويطلع يفتر، هو الان فتره يعني ندري ان الموضوع صعب ونادر ان في كثير من الناس يقول مثلا والله ملينا من الحكره، بس هي ان شاء الله تكون فتره نفس ما يقولون ازمه متعدي ان شاء الله علينا كلنا. والله بيني وبينك يا عقيد ناصر احنا ما نعذر الاشخاص اللي يقول ملينا، هذا مو عذر. نعم. احنا قاعد نتكلم عن وباء قاعد يمس في دول عظمى وقاعد يرهقهم وعلى قولتهم يسقط دول عظمى. احنا اليوم قاعد نحارب هذا الوباء لازم نكون كلنا ايد واحده، ما نقدر نقول والله انا مليت وتعبت. وين العزيمه؟ وين الاراده؟ وين الصبر؟ لكن الحين الموضوع الاخر اللي وزاره الداخليه صراحه مشكوره انها قاعد تتجه الى كل المخالفات راسا خلال ساعات وتعالج الامر، مثل اللي صار بنقعه شملان اتوقع في بعض العماله اللي كانت موجوده هناك انتشر لهم فيديو على طول بساعات قليله، انتشر لكم فيديو ايضا وانتم محاصرين الموضوع وبديتوا تنظمون العمليه، لو تشرح لنا الحادثه اللي صارت. نعم بس ما تفضلت، احنا اكثر البلاغات اللي قاعد توصلنا واكثر يعني يمكن موضوع اليوم اللي صار هو في نقعه شملان او المزاد اللي صار توجهت له مو بس وزاره الداخليه، توجهت له الرباعيه من وزاره الداخليه والبلديه والشؤون والعامله تعاملوا مع البلاغ، يعني الجهات كلها الحكوميه تعاملت مع هذا البلاغ او هذا التجمع. صحيح. وتم يعني ارجع واقول على موضوع اللي هو المراقبه اللي قاعد تصير، المراقبه الان التجمعات او شيء ما قاعد تصير مو بس بالدوريات، يعني مرات تقول والله في مكان والله ما في دوريات، احنا قاعد نستعين كذلك في غرفه العمليات بالنسبه للكاميرات الموجوده بالنسبه للتقاطعات الرئيسيه بالشوارع الحيويه. قاعد نوجه الدوريه اذا شفنا في تجمع ولا شفنا في تجمع او في اختلاط في نفس المكان، حتى في الفتره الصباحيه يتم توجيه او فتره يعني قبل الحظر يتم توجيه دوريات نفس الموقع. جميل. لعدم التجمع. يعني انتم عندكم متابعه الكاميرات، ما تنطرون البلاغات اللي تصير؟ لا اكثر شيء الحين قاعد نعتمد على الكاميرات وعلى الدوريات المتواجده على الشوارع الرئيسيه. نعم. كل الشكر لك العقيد ناصر بوصليب، يعطيكم العافية جميعا، وزارة الداخلية على قدم وساق، جهود بذلوها والكل يثني عليها. ومن وزارة الداخلية راح نطلع تقرير للبلدية، خلينا نشوف. أول حالة من حالات الإغلاق مع البلدية مكتبة في حولي، هل عندك علم في أن المكتبة المفروض تكون مغلقة في ظل هذه الأزمة ولا لا؟ لا أنا ما عندي شيء. صاحب المكتبة ما قال لكم أغلق؟ صاحب المكتبة ما قال ليش، بس لو جاء وقال لك سكر على طول. لا أنا سمعت مشاعر يوم تقول أنه ما عنده علم. إحنا أمس من الساعة 9 للساعة يمكن 2 سوينا حملة شاملة على جميع المحلات، دخلناهم محل ما اتخذنا إجراء. أمس أنا بالعمالة جيت هني بنفسي مع الفريق ما اتخذنا إجراءات غلق وإنما نبهنا الناس. طبعا هذه ثاني حالة لإغلاق إداري من قبل طوارئ بلدية حولي، ما التزم في قرار مجلس الوزراء. في قرار صدر من مجلس الوزراء بإغلاق مثل هذه المحلات، السبب في عدم إغلاقكم لهذا المحل؟ حضرتك أمس وجو سكرونا، بس الطريقة اللي بننزلها دياتي كانت من أمس، يعني احنا طالبين نزلنا عشان بس نفتح لهم الباب ينزلوا الأغراض. المحل هذا ما في تراخيص ولا في شيء، ويدعي هو ان الرخصة بالمحل الثاني، طبعا كل محل يفترض في يكون في رخصة، فهذا يعتبر الحين مخزن قاعد يخزن فيه وما عنده اي رخصه اي شيء، راح نخالفه فتح محل قبل الحصول على ترخيص، راح يتم تشميع المحل ان شاء الله. انتوا كنتوا نايمين هني فعشان كذي مبطلين المخزن؟ في المخزن هني قاتني. سكن مولانا هنا. تنام هني؟
أكيد أنت يفتح مخزن. أنا فلان لازم يجي بيتي. رجال ونساء فريق طوارئ بلدية حولي نجحوا في الجولة التفتيشية اليوم لغلق بعض المحلات اللي ما قاعد تمشي على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء. أنا ماني عارف شنو الجرأة اللي موجودة عند بعض العمالة والموظفين على كسر القواعد والقوانين. أنا ماني عارف. ولا وأنت لاحظت إن في هذه الأزمة زادت المخالفات، فإحنا أكيد راح نعرف السبب صحيح. أكثر من خلال اتصالنا اليوم مع المهندس فهد الشتيلي نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي. مساء عليك بالخير مهندس فهد. مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين. طول عمرك. المخالفات قاعد نشوفها الحين أول بأول، حضرتك إذا بغيت تقيم لنا هل المخالفات قاعدة تزيد خلال هذه الأزمة ولا هذا أمر طبيعي؟ خصوص إذا تكلم عن مخالفات المحلات، طبعا بعد القرار الأخير صدر تنظيم المحلات خلال الفترة الحالية صحيح. طبعا في محلات، طبعا إحنا واجهنا محلات ما عندهم خبر بالقرار، فإحنا نبهناهم في البداية ولكن عادة الكشف عليهم فيتم صدور أمر قلق. طبعا في ناس هي تخالف في القانون وهذا احنا ما نتساهل معاهم على طول، راح نصدر امر قلق وحتى توصل الى القاء الرخصه حقت المحلات وفي والله مجموعه من سواء المواطنين ولا المقيمين اللي يديرون المحلات في متفاهمين الوضع ويقومون من اول ما نبلغهم في القرار قلق يتم قلقهم. بس احنا طبعا الناشد يعني الجميع انهم يتابعون جميع القرارات اللي تصدر عن الدوله بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي بحيث ان يكون التزمون بغارات المحلات الخلق اللي صدرت من البلدية. نعم. طيب هذه المحلات اللي تغلق ممكن إعادة فتحها بعدين ومتى؟ طبعا إن شاء الله إذا عدت الأزمة. طبعا هذه مجلس الوزراء في القرار الأخير فوض البلدية بتنظيم عمل المحلات خلال الفترة متشدد البلاد والعالم من تفشي خطر وباء كورونا، حمى الله البلاد إن شاء الله منه. طبعا نظمت البلدية اصدرت قرار اخير بحيث انه سمح، طبعا اغلقت كافة المحلات والمعارض وسمح لها بالبيع عن طريق التواصل الالكتروني الاونلاين، واستثنى 12 نشاط هذه اللي موجودة اللي هي يعني تشمل المواد الغذائية والمصبغة وكذلك. فهذا ال 12 نشاط احنا قاعد نتحقق من التزامها بالشروط. حتى ال 12 نشاط صدرت البلدية لها شروط انها تلتزم في طبعا رغم اشتراطات صحية من حيث التعقيم وأعداد المتسوقين. نعم. وتكون بعد طبعا في التباعد بين المتسوقين. نعم. جميل. أنا يمكن في بعض الشكاوى تكلم عن خلينا نتكلم عن شويخ الصناعية. شويخ الصناعية في محلات كثيرة مغلقة، لكن في محلات أيضا ما بين هذه المحلات ما زالت مفتوحة، محل إضاءة، محل كهربائي. أنا ما أدري شنو لزمة هذه المحلات، هل القرار يشملهم وهم قاعد يخالفون الحين؟ طبعا نحن لا شك قاعد في محلات تخالف، بس احنا لهم في المرصاد يعني دائما جولات اللي عشوائي تمت جوله امس وكذلك اليوم جولات عليهم وتم اغلاقهم. جميل. طبعا احنا اللي سمح كشويخ، اذا تتكلم شويخ طبعا يمكن الغالبيه فيها تصليح وصيانه السيارات، هذه مشموله بقرار انها مستثناه لاحتياجات طبعا المواطنين صحيح. لها. ولكن احنا قاعد نراجع حاليا، في عندنا اجتماع يمكن باكر الجمعة على إعادة تقييم الأنشطة الموجودة ومدى احتياجها، وأساس أن احتمال يكون فيه طبعا تشدد في الأنشطة بحيث أن نكون نستبقي على الأنشطة الضرورية فقط بإذن الله خلال الأزمة الحالية. كل الشكر لكم على جهودكم صراحة المبذولة في هذه الأزمة وعساكم على القوة. نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد الشتيلي، كل الشكر لك. يمكن شفنا نورة موضوع الأزمة هذه قاعدة نشوف بعض الأخطاء اللي قاعدة تصير، لكن مؤسسات الدولة صراحة والقطاعات الحكومية قاعد دائما تعالج أول بأول. صح. في فيديو انتشر في موضوع الشبرة أي الخضراء. شفت الصراحة الفيديو يمكن معانا على الهواء، صراحة كان شيء ضيق الخلق. صحيح. يعني خيشة البصل يعني يا جماعة ما هي أزمة، ليش انتم قاعدين تسوون من اللا شيء شيء؟ يعني هذا المنظر غير حضاري، يعني نشوف شلون صراحه شيء يفشل وكأن احنا في مجاعه.
الناس اللي مو موجوده في ديرتنا دكتور راح تشوف هذا الفيديو يقولون الكويت قاعد تموت يوم. صح. مع انه بالعكس يعني انا بعرف شنو الثقافه اللي يمتلكها الشخص هذا اللي قاعد يسوي هالطريقه. ما في اي ثقافه. انا ماني عارف يعني والله هوشه ما في اي ثقافه يعني. بس اكيد ان وزاره التجاره خذت يعني اكيد خذت لها كان لها موقف في هذا. صح. الوضع. معانا اتصال مع عبد الله الدماك رئيس مجلس اداره اتحاد المزارعين الكويتيين. مساء الخير. مساء النور. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيك. هلا فيك. اول شيء مشكور على جهودك، كنت كنت ضيف معانا الاسبوع اللي طاف وبلسانك يعني طمنت الساده المشاهدين ان احنا بخير ونعمه والمزارع ما شاء الله متروسه، ولكن اللي قاعد نشوفه اليوم في الشبره شيء يضيق الخلق. شنو اللي صار؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، نشكر اخواني العراقيين على هذه القناه. للامانه لا زلنا نطمن اخواننا المواطنين، لا داعي للهلع، الامور فوق الطيبه، المنتجات الوطنيه موجوده يعني بشيء كثير داخل الكويت. اللي صار اليوم في الشبره وافر هذا شيء فردي للامانه، وهذا واحد من الناس حط له باله والظاهر انه نزل عليها السعر ممكن 100 فلس او 50 فلس. نعم. فاللي كانوا موجودين عليها وافدين يطالبون بياخذون منه اكثر كميه، فهذه لا تمثلنا ولا احنا يعني للامانه. السبب هو انه نزل السعر بس تقريبا، نزل السعر بشيء 50 فلس او 100 فلس، فالموجودين الوافدين كل واحد يتقاطعها عشان يستفيد اكثر. نعم. على 50 و 100 فلس. نعم. ولكن احب اني ابشركم ان وزارة التجارة مشكورة راح تتعامل معه وفق القانون، والوقت هذا ما يصير اللي قاعد يصير اللي شفناه هذا. جميل. المفروض ما يصير الموضوع هذا. جميل. يمكن سألتك سؤال في لقاء سابق على موضوع الأمن الغذائي وطمنتوا المشاهدين أن الأمن الغذائي خاصة المحلي متوفر. أيضا أرد وأسألك هذا السؤال، في ناس وايد متخوفة في موضوع الخضرة، هل تقدرون توفرون الخضرة المناسبة لي هذه الفترة فترة الأزمة؟ دكتور والله العظيم احنا ما نقول ان شاء الله مو قادرين، احنا بعد احنا الوقت الحالي مكفينا الجمعيات التعاونية كل ابوها. صحيح. ولكن ابشركم بعد ان على الاسبوع الجاي المزارعين 90% تنتج مزارعهم الثانية. تبارك. يعني راح يصير عندنا اكتفاء ذاتي 200% مو 100%. الحمد لله. الحمد لله. طيب. لا داعي للهلع، الأمور طيبة للأمان. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني الناس تشتكي من الطماط والبطاط مو متوفرين. بالعكس. ومن ينزل الطماط على طول بسرعة يخلص، هل المشكلة في الجمعيات؟ لا لا، الجمعيات مشكورة، احنا قاعدين نوزع الجمعيات كميات كاملة. شنو سبب عدم توفرها؟ موجودة بالعكس، احنا عندنا بالسوق كل يوم ينزل فوق 80,000 صندوق خشب 7 كيلو. نعم. يعني الحمد لله، والبطاط كذلك. للأمانة الجمعيات التعاونية كل طلبياتها قاعدين ياخذونها بالكامل. الرد يمكن نكرر المعلومة اللي قلناها، في ناس أكيد ياخذون أكثر من حاجتهم. صح. ويخلون الناس الثانية ما تحصل حتى صندوق طماط ولا بطاط. كل الشكر لكم سيد عبد الله على جهودكم صراحه المبذوله، وقواكم الله، واحنا على ثقه تامه بان عملكم سيكون على اكمل وتام ان شاء الله بتوفير كل خلينا نقول الخضره خاصه المحليه في الكويت. اليوم دائما نقول ان لا تاخذ اكثر من حاجتك، خلي الناس تاخذ، لانه في النهايه ترى هذه جمعيه بيحطوا لك 100 صندوق بطاط، ما راح يحطوا لك 6,000 يعني. صح. فأنتوا لما تكتسون مثل ما تفضل دكتور أكيد راح يخيس هالطماط وراح يخترب وغيرك أولى فيه وبحاجة له. عموما إن شاء الله الله يحفظ ديرتنا، وإحنا بديرة خير ونعمة وعز. راح ننتقل الحين معاكم في استعراض فقرات حلقة اليوم. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون الأستاذ مشعل السيار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحوار حول دور الاتحاد في ظل فيروس كورونا، الدكتورة سلمى الهولي طبيب الأنف والأذن والحنجرة، والحديث عن الفرق بين الإنفلونزا العادية وإنفلونزا المصابين بفيروس كورونا المستجد، الأستاذ فيصل العسعوسي مراقب عمليات المراقبة الجوية وعضو لجنة الطوارئ في الطيران المدني، وحوار حول خطة الطيران المدني في استقبال العالقين. ومن فقراتنا الأسبوعية فقرة خليك بالبيت مع زميلنا عبدالله زمان.
إذا نستقبل أول ضيوفنا مشعل سيار رئيس اتحاد جمعية التعاونية الاستهلاكية بعد شوي، لا تبعدون.